Hi there. Today we will continue explaining something about the relative clauses, Unit 11, first year secondary English. هنكمل كلامنا عن الجمل الموصولة أو جمل الوصل في أولى ثانوي, Unit 11. So let's share the screen and do that together. All right. So we start with these notes. بيقول إن يمكن حذف هو أو which إذا جاء بعدها مبني للمجهول ونستخدم البريزنت نستخدم الباست بارتيسيبل فقط. يعني مثلا the school which was built last year is wonderful. طالما إن في which زائد be زائد التصريف الثالث ممكن أقول أحذف بقى which وأستخدم التصريف الثالث بس, يعني أقول the school built last year is wonderful. هيبقى مفهوم من الجملة the school built last year معناها which was built thank God which was built last year. طيب يبقى إذا لو جال which بعدها تركيبة مبني للمجهول اللي هي verb to be زائد ال past participle ممكن أحذف which و verb to be وأخلي بس التصريف الثالث, وهي بتبقى يعني الجملة بتبقى مفهوم فيها ضمير الوصل. The school which was built, all the school built last year is wonderful. طيب مثال آخر, the boy who was punished yesterday got the worst marks. يبقى the boy punished yesterday دي معناها who was punished. طيب الحالة الثانية يمكن أحذف who أو which في حالة مبني المعلوم بقى مش مجهول لو جه بعدها تركيبة verb to be زائد فعل زائد ing. مثلا the man who is wearing the black suit is my father. ممكن أقول في الحالة دي the man wearing the black suit ويفهم منها the man wearing the black suit اللي هو the man who is wearing. تمام؟ يبقى بقدر أحذف who أو which لو جه بعدهم verb to be وبعدين فعل مضاف له ing. طيب حالة ثالثة ممكن أحذف فيها which أو who إذا جاء بعدها فاعل وكانت تشير للمفعول مع بقاء الجملة كما هي. إزاي؟ the match which I watched was great. يبقى the match I watched في الحالة دي مش شرط أقول which I watched. The match I watched was great يعني يفهم منها the match which I watched. ممكن أستخدم that محل هو أو which ولكن ما يكونش جاي قبلها حرف جر, أو في حالة اللي هي الـ non-defining clause اللي بيكون قبلها كوما. في الحالة دي ما أقدرش أستبدل هو which بذات. مثلا ما أقدرش أقول علي كوما أصل الجملة who is my friend كوما plays football well. هنلاحظ ان الجمله اللي ما بين التو كوماز دي بيسموها نون ديفايننج ريليتيف كلاوز, يعني جمله وصليه غير محدده. في الحاله ديت ما اقدرش اشيل هو واحط مكانها ذات, يبقى في الحاله دي ببقي على هو زي ما هي, اقول علي هو از ماي فريند بلايز فوتبول ويل. الحاله الثانيه ان لو جاء قبلها حرف جر ما اقدرش استخدم مكانها ذات. مثلا This is a mobile for that I paid a lot of money. ما ينفعش أقول كده. This is a mobile for which I paid a lot of money. يعني لو جاء قبل which أو who حرف جر ما أقدرش أستبدلهم ب that. زي ما واضح في المثال. طب لما أستخدم superlative form مع غير العاقل نستخدم that وليس which. مثلا أو أما مع العاقل ممكن أستخدم who أو أستخدم that. يعني this is the most expensive present that I have ever got. يبقى the most expensive دي صيغه السوبرلاتيف, يعني صيغه المبالغه اللي هي الثالثه, وفي الحاله دي بستخدم that ما اقولش which I have ever got, يبقى that I have ever got. لكن مع who ممكن استخدم who او that. مثلا علي is the fastest student, ممكن اقول who I have ever met او that I have ever met. وطبعا لانه في محل المفعول ممكن اجيب whom في الفورمال انجلش. طيب بعض الكلمات نستخدم معاها that زي all و the only. أقول I didn't get all that you asked me, ما أقولش بقى all which, أقول all that. طيب نستخدم what لتشير إلى مفعول ليس موجود في الجملة. مثلا أجيب مثال I didn't try to bring what the teacher asked me. أنا طبعا هنا يشير للحاجة اللي التيشر قال عليها بس لم تذكر في الجملة. طيب he couldn't remember what we told him, برضه ما قالش ايه اللي احنا قلناه له, يبقى بالتالي ممكن اشير اليه باستخدام what وليس which. What makes us happy is to see our children happy. Okay, what I have said must be done. مثلا
من الممكن أن تشير which إلى الجملة كلها على بعضها بقى. مثلا we got the full mark in our exams. Which يعني كنا حصلنا على الفول ماركس في الإكزامز. Which made us so happy. ده حاجة خلتنا سعداء جدا. She went to the zoo with her brother. Which was the best thing that happened. يبقى كونها راحت حديقة الحيوان مع أخوها ده خلاها حاجة جميلة يعني مبسوطة جدا. تمام؟ يبقى ممكن استخدام which لتشير للجملة كلها. نحل بعض التمارين بقى على الجزء ده. Yesterday I played a long match with my brother, made me very tired. يعني عايز بقى حاجة تشير للجملة كلها يبقى which made me very tired. which هنا عايد على إيه يا جماعة؟ على الجملة كلها. الكلوز اللي فاتت كلها. طيب يبقى سي اللي هي which الإجابة الصحيحة. Number two, I can't achieve all I want now, but maybe in the future. يبقى I can't achieve all that I want. يبقى لو قلنا all بيجي بعدها that. Okay؟ طيب يبقى دي الإجابة الصحيحة. I can't, number three, I can't remember you told me about Amin. I can't remember what you told me. يبقى دي الإجابة الصحيحة. The girl in the street is trying to catch the bus. Here, أقول the girl running in the street. اللي هي دي كان أصل الجملة. The girl who is running in the street is trying to catch the bus. وإحنا قلنا لو جاء بعد أداة الوصل أو ضمير الوصل verb to be زائد فعل زائد ing ممكن أحذف في الحالة ديت أداة الوصل أو ضمير الوصل اللي هو هو وبعدين verb to be وبسيب بس الفعل المضاف له ing بقول the girl running اللي هي دي in the street وبكمل الجملة. يبقى دي الإجابة الصحيحة. طب نشوف بقى تمرينات عامة على الـ يعني الأداة الوصل والجمل الوصلية. أول واحد بيقول can you name the place you were born. يبقى can you name the place where اللي هي دي you were born. تمام؟ لو كنا قلنا which بقول in which you were born، لكن هنا where هي الإجابة الصحيحة اللي هي دي. طبعا where هي هنا مستخدمة كضمير وصل وليس أداة استفهام. طيب number two وتدل طبعا على المكان. I don't want to tell anybody has happened between us. يبقى مش عايز أقول لحد what has happened between us. يبقى هنا بالإجابة الصحيحة. طيب number three I made a mistake. I apologized to my dad. أنا عملت خطأ for which I apologized to my dad عشانه أو بسبب هذا الخطأ أنا اعتذرت لوالدي. يبقى هنا which بجيب قبلها حرف الجر يبقى for which C الإجابة الصحيحة. طيب number four 1970 was the year. 1970 was the year my father was born. يبقى when my father was born. يبقى B أداة وصل أو ضمير وصل يدل على الزمان. تمام؟ يبقى B الإجابة الصحيحة. طيب رقم خمسة Do you live in Cairo? Is the capital of Egypt? طب عايز حاجة تعود على القاهرة يبقى إذا which لأن القاهرة إيه؟ حاجة غير عاقلة يبقى which is the capital of Egypt. يبقى ايه الاجابه الصحيحه؟ وير هنا مش صح لان انا مش يدل على المكان انا عايش فيه مثلا لا ده انا عايز اتكلم على القاهره ككل اللي هي عاصمه مصر يبقى اذا ويتش الاجابه الصحيحه. طيب رقم سته isn't that the school your father works؟ هنا بقى isn't that the school where your father works؟ يبقى هنا ايه الاجابه الصحيحه؟ لان هو بيعمل في هذه المدرسه اللي بيعمل فيها اكن بقول in which he works مش بتكلم على المدرسة كالمدرسة هي اللي بتعمل كذا لا هو بيعمل في المدرسة يبقى where your father works. لو حبيت استخدم which مكان where لازم اقول قبلها in which he او your father works. بس هنا الإجابة الصحيحة A اللي هي where. طيب رقم سبعة my wife is someone really honest and hardworking. Who is يبقى دي يبقى زوجتي هي إنسانة honest صادقة و hard working وتعمل بجد. يبقى هو ضمير وصله جاي بعدها إيه is عشان جاي بعد is the verb to be اللي هو الصفة اللي هو honest. يبقى هو is الإجابة الصحيحة دي. طبعا ما هياش هوز الملكية لا هي أصل الكلمة هو is يعني هو وبعدين verb to be. طيب تمانية
بيقول the novel came out in 1837 is a very famous one. يبقى which عايز حاجة تدل على النوفل، يبقى الرواية اللي خرجت أو يعني نشرت سنة بيقول رقم 8 the novel which came out in 1837 is a very famous one. يبقى دي الإجابة الصحيحة، يعني أداة الوصل هنا تدل تشير إلى the novel. طيب رقم 9 نهى is the girl brother came first in the exam. احنا هنا عايزين حاجة ملكية، يبقى نهى is the girl whose brother، اللي أخوها came first، طلع الأول in the exam. يبقى C whose هي الإجابة الصحيحة أو أداة الوصل اللي تدل على الملكية في ذات الوقت. يبقى هنا whose مش who is، لا whose اللي خاص بالملكية، يبقى أداة وصل تدل على الملكية في ذات الوقت، يبقى C. طيب السؤال رقم 10 is that the doctor about you told me، يبقى about whom you told me، يبقى هل ده الدكتور اللي انت كلمتنا عنه؟ يبقى is that the doctor about whom you told me. طبعا whom هي تدل على المفعول في الفورمال انجلش، ممكن اجيب قبلها اداة اللي هي حرف الجر اللي هو about، يبقى about whom you told me، يبقى C الاجابة الصحيحة. طيب most of the novels by نجيب محفوظ had been changed into films، يبقى most of the novels written by، يبقى دي كان اصل الجملة most of the novels which were written by، واحنا قلنا ان which لما يجي بعدها مبني المجهول اللي هي was او were زائد التصريف الثالث، ممكن في الحاله دي الغي او احذف اعداد الوصل والverb to be واخلي التصريف الثالث. يبقى هنا جايبين التصريف الثالث ومفهوم منه اداه الوصل اللي ممكن تكون جامعه، يبقى most of the novels written by نجيب محفوظ معناها most of the novels which were written by نجيب محفوظ، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب الجملة رقم 12 بيقول can you show me the road to the amusement park please، يبقى برضو هنا can you show me the road leading to، يبقى إيه كان أصل الجملة can you show me the road which is leading to، وطبعا في الحالة لو استخدمت أداة وصل وبعدها verb to be وبعدها فعل في ing ممكن في الحالة ديت ألغي او احذف اداه الوصل وفيرب تو بي زي ما قلنا واخلي الفعل اللي فيه اي ان جي بس. يبقى هنا can you show me the road A اللي هو leading to the amusement park. طيب السؤال رقم 13 بيقول the woman daughter was having an exam was very worried. يبقى the woman whose daughter هي اداه وصل واداه وتدل على الملكية في ذات الوقت، المرأة اللي بنتها كانت بتمتحن كانت قلقانة جدا، يبقى whose هنا اللي هي A اللي تدل على الملكية وأداة وصل في ذات الوقت، يبقى whose daughter. طيب السؤال رقم 14 بيقول London is the capital of the UK has the best place in the world، يبقى London which is the capital، يبقى دي عايزين حاجة تدل على لندن وهي طبعا غير عاقل، يبقى أداة الوصل which. آخر جملة نحلها النهاردة اللي هي 15 بيقول the meetings we discussed we discussed a lot of our problems were long but useful. يبقى the meetings at which الاجتماعات اللي احنا خلالها يعني ناقشنا الكثير من المشكلات كانت طويلة لكن مفيدة، يبقى هنا at which. اوكي يبقى the meetings at which، ما بقولش بقى which على طول، لا at which we discussed a lot of our problems were long but useful، يبقى الإجابة الصحيحة دي. إن شاء الله في فيديوهات قادمة يعني هنشرح برضو أجزاء من المنهج ممكن في يونت 12، وبعدين هنحل اختبارات عامة على كل الوحدات وعلى المنهج ككل، فتابعوا. Thank you for following.